مسكين مسكين وش ذنب اليمة كبرت وربات يوم الدرغات وش ذنب وليتيم عاش بلوالدين مسكين وش ذنب اليمة كبرت وربات يوم الدرغات السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من التجربة الاجتماعية حياة. في حلقتنا تاع نهار اليوم خيرنا موضوع جد مهم وهو الصم البكم. هذا الصم البكم هذا جاتو رسالة فيها جوج توام، راحين نشوفوا لي رياكسيون تاع الشعب الجزائري كيفاش يفهم هذه الرسالة من هذا الصم البكم اللي ما يسمع ما يتكلم. بلا ما نطولوا عليكم تابعوا معنا. الله يسلم، ما تقلقش عمي استاذ الله يجازيك. هذا السلام عليكم. الله يحفظك يا اخو. دقيقه برك دقيقه. الله يسرك نفهمه برك حبيبنا هذا. يا فهمتو والو. هاي تقرا معايا هكذا الله يسر. بعثوا له ميساج خويا اللي راك تقرا في هذا الميساج اللي معاك ما يسمعش وما يهضرش فهمو. الله يجازيك الله يجازيك باللي زادوا عنده زوج بنات دركا. قول له يجي حالا لعيادة الكواكب بالخادم. كيفاش راح تقدر تفهم انسان من فئة الصم والبكم بالخبر اللي جاء في الهاتف؟ ربي رزقه توأم وتكون انت السبب انك تبشره به. فهموه يا انا الزوج توأم. فهمتوا والو يا اخو. لا يلا هاو هاو فهمك تحاول. اه زوج الحمد لله يا سيدي الحمد لله. ها شوف دكي شوف لي شوف ها ها زوج افرح زوج ها ها زوج انت مرتك هكذا هكذا مرتك هكذا مرتك بيبي الحمد لله يا الله. وعظيمة هي الأمانة لما تكون أنت سبب باش تبشر الغير بالخير. سنة الحياة والأجمل أنه تكون فرحتك أكبر من فرحته، لأنه بكل بساطة هذا هو طباع الجزائريين. بخادم واقيل شو يقول انت بخادم عندك زوج ايه والله صعيبة لما تسمع الخبر اللي فرحك ومن بعد الخبر اللي بكيك. الموت ما منها مهروب، بس شكون اللي يقدر يواجهك بالمكتوب؟ الو السلام عليكم. السلام عيادة الكواكب. ما تقلقش عبد الرحمن لو معك ومعك اللهم مسكوا التليفون تاعك. هو رفيق مش مليانة يا اخي بعثنا لهم ميساج باش مرتو ولدك قريته بصح دوكا نبلغوا له بلي زوج قال لك زوج بنات. لا اسمح لي خويا. الو قلت لك مرتو ماتت. لكن في لحظة شكون راح يكون عنده الجرأة والقدرة باش يخبروا موت زوجته كيما فرحتوه؟ بلغوا برك بلي مرتو ماتت. الحمد لله يا ربي. احمد الله سبحانه. مرتو ماتت الحمد لله. لاباس بيهم زوج قالك زوج مش قال صح هذوك. بلغوا برك بشي وراكم والله صعيبة
صعيبة علينا لو كنا في مكانه. تفرح إنسان من بعد بخبر الموت لزموك. داكش نقول فهموا 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 دوك لازم تروح بي خادم دوك 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 بي خادم بي خادم دوك روح دوك كيف فهموا يا خالي يا خالي كيف راح نفهموا هذوك دبر راسك انا ما عادش كيف نفهم والله غير دبر راسك انا والله امبوسيبل نقدر نقولها له حمدي حمدي ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش شوف 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 اسمع اسمع غادي 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 لا غير غير طمية طمية الله يرحمها الله انا فشلت ها انا فشلت يا ودي فشلت انا والله غير كي سمعت باللي مرتو ما شفت حمية حمية يا ربي حمية يا ربي بنت انت اصبر قال لي مرتو ما تقول له روح ليهم نورمال قول له لا 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 بصراحة ما نقدرش يديك ما يسرعوا الوثاني هكذا خو يقول له خلي يروح ليهم خلي يروح بس كو كيروح يروح نورمال فهمك وما تقولوش علاش خلي قول له وخلاص قلو قلو بصح قلو قلو باش مسكين قلو لا لازم يروح يقول له تما ما نطيش نقول له خليه ما يسمعش ما يسمعش بكا بكا في خادم تا تا روح في خادم فكا فهم فهم الله يسر فهم ها تا تا فهموا 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 اني اني جاي دقيقه سكين يا فهم على بال ها عندك زوج يا الحمد لله الحمد لله يا سكين ما على بالوش يا اخو قل له قل له اخو قل له ولا شو كيفاش يا اخو عندك دراهم دراهم عندك دراهم هكذا فوق فوق ها دلو دلو يا يفهم هيك اخ الله ما تبكيش ما تبكي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي عنقو عنقو الحاجة عنقو الله يسلمك لا حول ولا ما تبكيش ما تبكيش لا 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 ما تبكيش فهم 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 يا يفهموا بالإشارة هادو يفهموا بالإشارة بيبي بقى حي 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 المرا المرا راحت ايوا الرحمه شي كبير ولما تكون في مكان راح يتغير كل شي حزين دقيقه 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 يلحق ثم يفهم نعم كيفاش هو يلحق ثم يفهموا ما تقيش تقول دوك يروح شد يهبل الله شهد 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 لا اله الا الله شهد راح نشوفك في رمضان ان شاء الله تجربه اجتماعيه ربي يحفظك هذه هي تجربتنا وهذا هو طباع الجزائريين التضامن والحنانة هما شي يمنا من زمان ومن سنين مسكين واش ذنب اليوم